للمزيد حول أسواق العملات ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك رائد، شكرا لانضمامك إلينا. أهلا وسهلا. هل تعتقد بعد وصول الدولار نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع والمكاسب التي نشهدها منذ مطلع هذا الأسبوع، هل نؤسس هنا إلى مرحلة جديدة من الارتفاعات على المدى القصير للدولار، أم تعتقد بأنه قد هذه مؤقتة وقد تنتهي قبل نهاية الأسبوع؟ لا أعتقد بشكل كبير هي مؤقتة وقد تنتهي قبل نهاية الأسبوع، لأنه بشكل واضح التصحيح الذي شهده الدولار الأمريكي هو بنتيجة بعض التفاؤل إن صح التعبير في أو القلق النسبي من خطاب جيروم باول الذي ممكن أن يثير إمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع قريب في الاجتماع قبل نهاية تعاملات هذا العام. بالتالي يعني بدأت الأسواق محاولة للتسعير هذا القرار، إذا كان هذا التوجه فسوف يكون ذو أثر شديد على الأسواق تحديدا، وبالتالي كان في عندنا ارتفاع في قوة الدولار الأمريكي، خصوصا نحن يعني عم نشهد هذا التصحيح بعد هبوط حاد لأربع جلسات متوالية كان في عندنا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، واختتمناها بقراءة الوظائف الأمريكية التي جاء بأقل من التوقعات. بنفس الوقت نحن عم نشهد عودة الدولار الأمريكي للارتفاع، هو بمثابة أيضا توجه نحو نوعا ما ملاذات آمنة في الوقت الراهن كدولار أمريكي بحد ذاته ملاذ آمن، محاولات جني أرباح وتخارج من الأسواق نوعا ما ممكن نشوفها مع نهاية تعاملات هذا العام، وتوجه المحافظ الاستثمارية إلى تقليل من جانب المخاطر بشكل كبير جدا مع إقبالنا إلى نهاية تعاملات هذا العام. طبعا رائد، نعرف أنه الوضع منطقة اليورو من حيث النشاط الاقتصادي صعب، ولكن أيضا مستويات التضخم لا تزال عنيدة وأقوى لربما من مناطق أخرى، أقوى أكيد من الولايات المتحدة. بالتالي الأسواق حاليا تسعر تخفيضات في الفائدة الأوروبية بحوالي 90 نقطة أساس مع نهاية السنة القادمة، هل تعتقد بأنه هذه توقعات يعني معقولة في ظل المعطيات الحالية؟ يعني شفنا حتى الIMF كمان يضغط أكثر أنه يبقي أسعار الفائدة الأوروبية عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول لمجابهة التضخم. مشكلة التضخم أكثر يعني صعوبة الميراث للتضخم في المنطقة الأوروبية هي الأكثر وضوحا في الوقت الراهن، ولكن نحن يعني أعتقد تفاعل التضخم مع التراجع بشكل أكبر ربما يلعب دورا مهما في الفترة القادمة. يعني بقى أسعار الفائدة الناصر عند المستويات المرتفعة نسبيا لفترة ممتدة حتى منتصف العام القادم، مع ربما أن يكون في عندنا تراجعات أو استقرار تراجعات أسعار النفط عند المستويات أقل نسبيا من 80 دولار برميل، ممكن ذلك قد يدعم أن يكون هناك وصول إلى مستويات التضخم إلى التراجع دون الحاجة إلى يعني تقليصات لأسعار الفائدة بشكل سريع. بالتالي ممكن يكون تقليصات أسعار الفائدة مطلوبة أو مرغوبة حتى يكون هناك دفع للناتج المحلي الإجمالي للنمو بشكل أكبر في الفترة القادمة، ولكن مع مستويات التضخم الحالية أعتقد لا يوجد أبدا مجال للنقاش بأنه أسعار الفائدة الحالية قد تستمر حتى نهاية تعاملات العام القادم وربما مطلع العام الذي يليه. ربما السبب الرئيسي في ذلك أنه هو صعوبة أنه في عندي أنا ناتج محلي إجمالي أو نمو ضعيف وفي نفس الوقت تضخم مرتفع وستاجفليشن بأعلى صوره، بيكون في عندي بطء وتراجع في النمو ربما لم يصل إلى الريسيشن في بعض الأحيان، أو عم يفرجينا بعض القراءات الإيجابية آخر قراءة للناتج المحلي 0.1% يعني لم ندخل في القراءة السلبية، ولكن ذلك مترافق مع تضخم مرتفع وبطالة ترتفع كذلك الأمر، فبالتالي ذلك يبقي خيارات المركزي الأوروبي ضئيلة نوعا ما حتى يوصل التضخم إلى المستهدفات دون أن يكون هناك أي حديث عن يعني مبكرا الحديث عن تقليصات في أسعار الفائدة في الجانب الأوروبي. شكرا جزيلا لك من دبي رائد الخضر من إكويتي جروب، أهلا وسهلا بك.